اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقه الجديده. نتمنى تكونوا بخير. بلا ما ندخل معكم في التفاصيل، غادي ندوزو نشوفوا اول فيديو. نتمنى تعطيوني الاراء ديالكم في قناه تحت التعليقات. ما تبخلوش علينا باللايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه. ما تخلوش تبون يرتجل في الكلام، ما تخلوش، لانه بصراحه راه تعبان ومريض ومش قادر، وراح يورط لها، راح يدخل قسامه بعاد. هذا يسموه اعلان حرب. رئيس تبون كمترشح راه يعلن في الحرب، وراه يقول باللي جيشنا راهو مستعد وغادي يدخلوا نرى الحجر نقطع لك راسك، والمخير فيكم يجيب طاطا اختو. طيب جيب طاطا اختك، انا هنا. تبون تزيد 5 سنين، تعدل الدستور وتزيد عهده ثالثه، تزيد عهده رابعه، بقات لك خطوه يا تبون على الاخره، يعني كبير في السن ومريض. ما نقدرش نبنوا دوله بهذا الخطاب الشعبوي، حال العالم راهو مقلوب. انا قلت لكم عبد المجيد تبون سيكون اخر رئيس جمهوريه جزائريه ديمقراطيه شعبيه. بعد تبون طار الحمام، بح كان هنا وراح داخل في حيط. السيد بعث بابور تاع غاز ويبرح، هاني بعثكم الغاز، هاني بعثكم الغاز، هاني بعثكم الغاز، بعثكم الغاز، هيا عامليكم طرقوا له جدو في الطريق. المفروض انا بعث بابور تاع غاز في السر، ندير الخير تحت الطابله، ربي على بالو، نعاون خوتي اللبنانيين وخلاص. الصباح يبعث لهم الغاز يقول لهم طز فيكم تشك يا وعدي، والعشية يقول لهم الجيش راه حاضر ونقرب عليكم الاس 14 كذا، اس 14 راهي حاضرة وكذا ونقرب عليكم جدكم الحلوب بالحلوب. وما نكذبش عليكم ونقول لكم رانا ملاح ورانا ماشيين ملاح وصدام صدام الصدام. انا نقول لكم رانا في الطريق الخاطئ، سياستنا الخارجية صفر، سياستنا الداخلية كارثة، مازلنا في مشكل تاع حليب وسكر وزيت وقهوة. هذا المواطن يحاسبك يوم القيامة قدام ربي، والهشر اللي تجيبوه في القاعة تخيروه من الولايات، 14 ولاية جايبينها من الشرق مخيرينهم كاع كلهم هيشر نتاع صفك. وقلت ولكن حنا المغاربة ابن سديرة باغين عمي تبون يكون هو الرئيس ديال الجزائر، ونتمناو له ان شاء الله ولاية ثالثة وولاية رابعة ان شاء الله. دابا اصدقائي الاعزاز غنشوفوا واحد المغربية حرة اللي مطلعها على ابراهيم غالي. عرفتي مول الصداع داخل سوق راسو، شي وحدين غيخرج لهم العقل. تخيل معايا تكون مقاري بعد ديك صنعاء وتدخل لواحد الدوله عامره كاز البترول تكحط دين ما هادشي الكاز والبترول بنادم كيضرب العدس. انا كنت كنضحك عليه كنقول ليه رخيص، ولكن مني فهمت الاستراتيجيه ديالو، والله ما رخيص اقسم لكم بايات الرحمن الا اغلى واحد كاين فوق الكره الارضيه مرضي. ربي عطاه داك الرزيق راك ياكل به. سير شوف سير بقى بديك تيندوف اخويا على واحد 70 عام اخرى بصحتك وراحتك، ولا در رحمنا رجاله والله يسر رجاله عاد يخرجوها من فم السبع. وشوف هذا شطح لي دوله قاره على قده، 45 مليون جزائري خدام عنده. عاد غتلقاي بدا بعد في الكومونتيرات العبيد كيكتبوا لي عاش عاش غالي الصحراء القرفيه. خوطه المغربيه تحيه كبيره ليها، صراحه عطات تحليل واعر بزاف. دابا اصدقائي الاعزاء غنشوفوا واحد الكرغوليه اللي كتهضر سيدي قال لك على الزليج سرقوه المغاربه. ما تقولوا المغاربه الزليج نتاعنا، بصح انا باش نوريكم هاي في ولايه قسنطينه. شوف الزليج على عينيكم، شوف ها اشوفوا الزليج كيفاش داير. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الله يبارك. ما كل شيء تسرقوا فيه، كل شيء تديو فيه لرواحكم، ما تحشموش على رواحكم. ها كل شيء تحطوا فيه لرواحكم. شوفوا شوفوا شوفوا. انا والله الا حشمت بلاصتك ما لقيت ما نقول، غادي نخليو خوتي المغاربه هما اللي غادي يجاوبوك في التعاليق. شوفوا انا فني فاس عاصمه الزليج المغربي، والنهارده غنعرف الزليج المغربي بيتعمل ازاي من اول مرحله لحد المرحله النهائيه اللي احنا شفناها دي. يلا بينا. الزليج المغربي هو فن فسيفساء عريق جدا في المغرب، وبيستخدم في كل مكان، وحرفه صعبه جدا ما يتقنهاش غير المغربي الفاسي. عشان يعملوا الزليج اول مرحله بيجيبوا التين، وبعد كده بيعجنوه، وبعد كده بيحطوه في الفرن علشان يطيب، وبعد كده بيلونوه، وبعد التلوين بيحددوا عليه الرسومات اللي عايزين يكسروها، وبعد كده بيكسروه، وبعد ما يكسروه بيسووه، واخر مرحله ودي اصعب مرحله هي مرحله التجميع وتكوين الشكل. وعشان يعملوه لازم تجمع الشكل بالمقلوب وتجمعه على التين، وبعد كده بتحط ماده علشان تمسك كل القطعه دي ببعض علشان يتكون الشكل اللي انت شايفه ده الشكل النهائي. ودي حرفه صعبه جدا، وسبحان الله حرفه تحفه وما يتكون. وكحليه الكرغوليه
شت الزلاج كيفاش كيتصنع في المملكة المغربية الشريفة. دابا أصدقائي العزاز غادي ندوزو نضحكو شي شوية. تخيلوا خاوتي، جاني خبر باللي تبون باباه أحمد يخدم إمام، كان إمام في جامع، يحكي للناس في مشرية، يحكي للناس مشرية، قال لهم نهار زاد عندي عبد المجيد تبون، هذا الرئيس الحالي، قال لهم نهار زاد عندي مجيد عبد المجيد، قال لهم ماتت لي 40 نعجة. كان عنده النعاج العقاي، ماتت له 40 نعجة، يعني تين يخرج لك طفل صغير يزيد عندك، وانت عندك عايش بالغنم، عندك شوية غنم وتخدم الجامعة تاع النظام. هذا هو ثاني باباه، ثاني كان يخدم إمام تاع سي سي بي، تخدم عند إمام تاع من، وتموت لك 40 نعجة. أنا طفلتي هذاك اللي كم نتبرأ منه، ما سينو كيفاش أنت تزيد عندك طفل صغير في الدار، تموت لك 40، تخرج للحوش تلقى 40 نعجة مات. وش معناها؟ معناها باللي راهي جاتك مصيبة في الدار، مصيبة راهي لحقاتك في الدار يا ربك، وهي المزيود الجديد هذا أنه باللي راه كارثة على ماشي غير على دارك يا هناك رب الجزائر كامل ناكلها بابا، استغفر الله يا ربي. هذا الطائر مسخوط. دابا أصدقائي الأعزاء غندوزو نشوفو فيديو آخر. وزراء تم تعيينها من طرف السفارة الفرنسية، هذا شيء خطير. أنا وزير معاه يسمع فيا، مرور الكرام وزير يسمع فيا أو يسمع فيا الآن، تلاقيته قال لي انا صايم، اتصلوا بي سفاره فلان، اتصل نعرفوا الشخص، قال لي وصي عينوني وزير. قلت له واش دخلك وزير يقول لك هذا الكلام؟ هذه صديق عادي، عيونة ولكن فوجئت. هل عين بعد ذلك؟ طبعا اصبح وزير وتليفوني تنيته، قلت له مبروك عليك. واش هذه سياده الدوله؟ هذه سياده لا خلينا ما نضحكوش على الناس، ما نضحكوش، كاين اشياء نوع من السخريه نتكلموا بالناس. فرنسا تعين وزراء المقاطعة الجنوبية، هنا باش كتعرف بأن فرنسا مازال كتحكم في الجزائر لحد الآن، وكيطلعوا بعد الكراغيلة في التعاليق وكيبقاو كيسبوا غير في المغاربة، لأن النظام الكرغولي هادشي اللي مقريهم بأن العدو ديالكم وهي المملكة المغربية. توازن مع المغرب، يعني الجزائر يعني أكثر مال، أكثر عدد، أكثر تسلح، يعني لماذا هذا الإصرار على التوازن الاستراتيجي مع المغرب؟ درجة كبيرة تسلح مشكلة. النظام الجزائري منذ بداية الصحراء الغربية عمره ما شرح للشعب الجزائري ولا للعرب قضية الهوس مع المغرب. المغرب في قضية الصحراء أمام محكمة العدل الدولية، عندما طالبت الجمعية العامة رأي استشاري محكمة العدل الدولية، المغرب كان يصر على مبدأ تاريخية الصحراء وتاريخية الحدود. تاريخية الحدود، لو محكمة العدل الدولية أكدت على ذلك وقابلت وجهة النظر المغربية، تعرف ماذا يعني ذلك الجزائر؟ يعني شيء واحد، أن الجزائر تاريخيا تندوف وغيرها، غاية الثلاثينات كانت تابعة للمغرب. تاريخيا تعني أن الجزائر تصبح بدون حدود مع دول الساحل. لأن العرش العلوي أو المطالبات المغربية بالتاريخية توصل تلمسان وتنزل جنوبا، ونحن نصبح وبالتالي احنا نفقد أهم عنصر من عناصر التراب الوطني الجزائري. لذلك القضية تطرح في قضية تسمية الاستعمار، أي حق تقرير المصير، وهذا ما يعني تسمية الاستعمار، حق تقرير المصير وعدم تغيير الحدود الموروثة على الاستعمار. لا حق تقرير المصير بمعنى على نفس الحدود اللي أنت موجود فيها. المغاربة بومدين مهووس بالمغرب بسبب تاريخي، ما تنساش حوصرت قوات الجيش الجزائري قبل استقلال الجزائر، ومنها بومدين، ماتوا ناس أبطال كانوا جنود جبهة التحرير الوطني، لأن المغاربة كانوا يريدوا أن يفرضوا آنذاك على جبهة التحرير والحكومة المؤقتة أن توقع على ترسيم الحدود، والجزائر سوفوا ذلك وقالوا فيما بعد، حتى من بلا أعطى وعود. لكن لذلك الجزائر قضية مش قضية تنظير أو قضية سياسة، يعني مجرد القضية يعني قضية استراتيجية، زي ما تفضل الأخ، دقيقة جدا عميقة. يعني العرش العلوي يطالب، أنا أتذكر الوفد الجزائري الذي كان بقيادة عبد الحميد مهري، سي عبد الحميد مهري ولازال الحي، قال ذكر أنا ذاك أثناء الأزمة محاصرة جيش التحرير في الأراضي المغربية ومطالبة الجبهة التحرير الحكومة أن توقع، قال نحن أتانا قادة المغاربة كلهم من معارضيهم والحكومة، حتى المعارضين كانوا مع الجبهة التحرير، قال لك كان كل مرة تتكلم طلع لك يأتي بشاحنة من الوثائق التي تثبت تاريخية هذه. سمعتوا أخوتي، قال كلما ناقشنا المغاربة أتوا بشاحنات من الوثائق تثبت أن تندوف وتلمسان وبشار فهي أراضي مغربية. طبعا أصدقائي الأعزاء غادي ندوزو نشوفوا آخر فيديو.
هيا امشي يا ها وراحوا الكراسه عمي وراحوا الكراسه ماشي معاك كلشي من الدار باش نقعد اخويا ما عندناش الكراسه حنا عندنا غير الشوفير وعندنا الفوله لا فرانات لا نمي باتنا 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 هيا بلاصه ماشي بلاصه بلاصه نعمرو نمشي خويا نعمرو باتنا نمشي خويا باتنا باتنا شتو واش خلاك بومدين واش اخوتي هذا كار ولا اسمو هذا الجزائر الجديده قالك الجزائر اللي ما غاديش يقدر عليها شي واحد ومكلاسيه هي الثالثه اقتصاديا في العالم صراحه عمي تبون راه خدام لهم يسهل ولايه ثانيه اصدقائي الاعزاء غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو شكرا لكم بزاف سمحوا لنا لكم نطول عليكم الناس اللي باقي ما شاركوش معنا مرحبا بكم اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله ديما مغرب والسلام عليكم.